كنت أسألك عن السيناريوهات التي نتوقعها أو نستقرئها بناء على ما تم في جلسة اليوم، وهي الجلسة 12 للبرلمان اللبناني والتي أخفق فيها البرلمان. يعني اولا نحن في جلسه اليوم نحن امام انتصار كبير للوزير سليمان فرنجي، برغم من يعني التفاف كل هذه القوى ضد الوزير سليمان فرنجي. نتحدث عن القوات اللبنانيه، نتحدث عن التيار الوطني الحر، نتحدث عن التقدم الاشتراكي، نتحدث عن قوى التغيير، نتحدث عن المستقلين. كل دراسات الخصوم فرنجي كانوا يتحدثون ان يعني سوف يصل الى ال 65 وال 70 صوتا، في حين ان الوزير سليمان فرنجي سوف ياخذ 40 الى 45 صوتا. عمليا تبين اليوم انه الوزير سليمان فرنجي هو بلغ عتبة ال 50 ومنع خصمه من الوصول الى ال 60 صوتا. طبعا كان في سيناريو لخصوم سليمان فرنجي على اساس انه في حال وصل جهاد أزعور الى ال 65 صوتا ان يذهبوا الى المحكمة الدستورية ان يعني يثبتوا ال 65 على اساس انه انتخاب لرئيس الجمهورية خلافا للدستور. ولكن برغم من ذلك عمليا خصوم سليمان فرنجي فشلوا بالوصول الى هذا الرقم. الامر الثاني وهو مهم جدا انه بترشيح ميشيل معوض، كل هذه القوى عمليا كانت تصوت لميشيل معوض ما عدا التيار الوطني الحر والتغييريين. اليوم عمليا وجدنا انه يعني لما كان ميشيل معوض عم ياخذ 42 صوتا والوزير جبران بيصير عم بيقول انه كتلته من 21 صوتا عمليا، طيب والتغييريين ايضا يعني نحن نتحدث يعني المفترض يوصل العدد لحوالي 70 صوتا، نحن نتحدث عن 30 صوت. اين اختفت هذه الاصوات وكيف حصل الوزير سليمان فرنجي على 51 صوتا؟ الامر الثاني انه دائما خصوم سليمان فرنجي يتحدثون انه سليمان فرنجي مدعوم من الثنائي الشيعي وهو مدعوم من الشيعة فقط. طيب كل الاعداد للنواب الشيعة هو 27 صوتا، ضف اليهم 4 اصوات مسيحيين لكتلة الوزير سليمان فرنجي، هي وصل الوزير سليمان فرنجي 31 صوتا. كيف اتى الوزير سليمان فرنجي ب 51 صوتا؟ يعني عمليا في 20 صوت عمليا اعطى الوزير سليمان فرنجي، واغلب هذه الاصوات هي من الكتل المسيحيه ومن المستقلين ومن السنه ايضا. نعم. هناك وبناء عليه سيد نضال، وبناء عليه هذا اليوم نتيجه الانتخاب حولت الوزير سليمان فرنجي الى مرشح على المستوى الوطني. نحن الان امام كتلتين، كتله صلبه تدعم الوزير سليمان فرنجي في حين ان كتله اخرى مخترقه يلي هي كتلة خصوم سليمان فرنجية مخترقة وغير متجانسة، وهي التقت على أمر واحد وهو يعني إحباط ترشيح الوزير سليمان فرنجية. ولكن اليوم بنتيجة الترشيح يبدو أننا نتجه إلى عمليا تكرار لمشهد ميشيل معوض، وربما نذهب إلى جلسات متتالية لا تنتج رئيسا، وبالتالي يتخلى داعمي جهاد أزعور عنه كما حدث مع ميشيل معوض قبل فترة. نعم، إذن أنت ترى أنه ربما اختيار الوزير جهاد أزعور لم يؤتي ثماره ولم تحترق ورقة سليمان فرنجية؟ أبدا، بالعكس، يعني جلسة اليوم هي عززت من حضور الوزير سليمان فرنجية. النقطة الثانية عمليا أيضا يعني أعضاء كتل التغيير أو نواب التغيير الذين كانوا يتحدثون أنهم ضد، أنهم جاءوا من الساحات وجاءوا من الشارع رفضا للمنظومة فذهبوا واختاروا عمليا المنظومة. أيضا كانوا يتحدثون عن الفساد وسرقة المال العام. طب كلنا نعرف أن عمليا التيار الوطني الحر بنى كل يعني أساس روايته بموضوع الإصلاح على موضوع. نعم سيد نضال، المستحيل هو الفترة التي تولى فيها جهاد أزعور مسؤولية وزارة المالية بين الأعوام من 2006 وحتى 2010، وهذه الفترة يعني يتحدثون عن اختفاء 11 مليار دولار يتحمل مسؤوليتها الوزير جهاد أزعور الذي كان وزيرا للمالية. اليوم الوزير جبران بيصير طول الفترة عم يتحدث عن 11 مليار دولار،
ويواجه ويهاجم الحريري السياسيين، ثم ذهب إلى خيار جهاد أزعور. أيضا هذه القوى التغييرية في الشارع التي كانت تتحدث أنها ضد المنظومة وهي ترفض سليمان فرنجي لأنه من المنظومة، طب جهاد أزعور هو رأس هرم المنظومة وهو أم المنظومة وأخت المنظومة. نعم، أنت ترى أنه ربما هذه الخلفية المالية تلعب ضد جهاد أزعور، لكنه حصل أيضا على 59 صوتا سيد نضال. هذا الرقم لا معنى له أبدا، حتى لو حصل على 65 وحتى لو حصل على 70 صوتا في الدورة الأولى عمليا، لابد أولا أن يكتمل نصاب البرلمان بال 86 نائبا وأن يصوت له 86 نائبا، وهذا لم يحدث. عمليا الرجل أخذ 59 صوتا. لم تكن التوقعات تسير في أن يحدث يحصل على الثلثين سيد نضال، كانت التوقعات تسير في اتجاه أنه ربما يتجاوز ال 60 بقليل. خليني بس يا ريت فسر لك هذا الأمر القانوني طبعا عشان المشاهد يكون عارف. في جلسة الانتخاب في الدورة الأولى مطلوب، نحن في عنا 128 نائبا، لازم المرشح يحصل على 86 صوتا، يعني 86 صوت يصوتوا له، وأيضا يكون الحضور من ال 128 86 صوتا. هذا الأمر نحن اليوم كنا أمام 128 نائبا حاضرا، ولكن الذين صوتوا لجهاد أزعور هو 59 صوتا، وبالتالي سقط. في الدورة الثانية مطلوب النصاب 86 86، يعني لازم يكون في 86 نائب حاضر في الجلسة وتكون نسبة النجاح ب 65 صوتا، ولكن بانسحاب القوى الداعمة للوزير سليمان فرنجي التي تمتلك أكثر من 43 صوتا، مجرد أن تمتلك هذا الصوت هي كفيلة بإسقاط الدورة الثانية وبالتالي تعطيل النصاب، وبالتالي لن يتمكن داعموه جهاد أزعور من إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وسوف نذهب إلى جلسات متكررة بانتظار عمليا نضوج التسوية السياسية الإقليمية ونجاح الحوار الداخلي الذي يوصل الوزير سليمان فرنجي إلى رئاسة الجمهورية.